اخوتي واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد واخبار جديده على عائله محبوبه. واش بصح قرقبوا عليهم الجندارم والبوليس وداوهم للتحقيق ولا لا؟ قبل ما نخليكم مع هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك واللايك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا اخوتي بكل جديد كنحطوا في القناه ديالي. خوتي، نيضة القربالة في المواقع الاجتماعية ومنهم اليوتيوب، الناس كلها كتهضر على عائلة محبوبة والنصب ديالهم على المحسنين. اشنو اللي خلى عائلة محبوبة توصل للتحقيق وللبوليس اللي خلاهم يوصلوا لهاد المرحله الاخوان؟ هي ان بزاف ديال المحسنين كما قلت لكم سبق ليهم وكانوا كيعطيوهم الفلوس باش هما يديروا الخير بداك الفلوس اللي كيعطيوهم المحسنين، لان هما كيبقاو يطلبوا ويسعوا في القنوات ويبقاو يسعوا بالناس المساكين، وداك الناس المساكين ماشي كيبقاو يسعوا بهم ويعطيوهم رزقهم، لا، هما كيبقاو يشدوا الفلوس ديال داك المساكين. واش كيديروا بها؟ كيديروها قسامه بيناتهم، يعني كيقسموها ما بيناتهم هما، والناس المساكين كيرميو لهم داك الشياطه، يعني واحد المبلغ اللي هو صغير بزاف. واش كيقولوا داك الناس اللي كيكونوا مساكن بسطاء؟ كيقولوا اللهم هاد 8000 ولا 10000 ريال ولا والو، الا فتحناهم حنا ما غيبقاش يعطيونا داك لا بوسيغ، فهمتوا داك الغبره اللي كطيح ما غتبقاش توصلنا، يعني داك 10000 اللهم 10000 اللهم 6000 اللهم 8000 مساكن، لانهم فعلا محتاجين والناس ما في حالهمش، ولكن هما كيبقاو يطلبوا بالناس المساكين والمحتاجين ويشدوا داك المبالغ الكبيره اللي كتوصلهم. راكم شفتوا بحال داك 100 مليون، يعني المبلغ كيكون صحيح تاع بصح الاخوان، ما كاين غير من 100 مليون الفوق. فهما كيشدوا داك الفلوس وكيقسموها بيناتهم وكيعيشوا بها، والناس المساكين كيرميو لهم داك الشيء بحال الكلاب، داك العظومه اللي كيشيطوا كيرميوهم للكلاب، يعني كيحسبوهم بحال الكلاب، ولكن هما اللي كلاب. للاسف الناس الغشاشه ما عمرها كتربح. واحد المحسنه اللي هي دائما كانت كتعطيهم الفلوس باش يعاونوا المساكين وباش يفتحوا ليهم بزاف ديال البيبان باش يعيشوا منهم، بحال دابا يحفروا لهم البير، يديروا لهم السقايات، ولكن هما هادشي كله ما كانوش كيديروها الاخوان. وربي سبحانه وتعالى كما قال لا يفلح، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا قال فمن غشنا فليس مننا، يعني هما غشاشين، فربي سبحانه وتعالى كيمهل ولا يهمل، يعني الله كيعطيك واحد المهله، ولكن الا شاف في الضمير ديالك ما بغاش يفيق وما بغيتيش تعيق، صافي ربي هنايا كياخذ المجرى ديال الحكم ديالو. وان الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الناس يظلموا خوتهم، لان الله سبحانه وتعالى محرم الظلم على نفسه. واحد المحسنه كما قلت لكم كانت عطات واحد المبلغ اللي هو كبير كبير وبزاف، اللي ساهمت به باش تعاون بزاف ديال المساكين، لانها انسانه ربي عطيها، وماشي عطيها غير الفلوس، عطيها حتى القلب والضمير، لانها كتحن وكتفكر في الناس الضعفاء. فهي منين عطات داك المبلغ الاخوان الكبير، فهي تسنات تشوف اشنو داروا داكشي اللي قالوا ولا ما داروهش. فهي منين شافت المجرى ديال القضيه انهم ما داروش داكشي كله اللي هما وعدوا به داك المساكين، فهي نضت رفعت قضيه عليهم بمناسبه النصب والاحتيال، بالنصب والاحتيال، وصيفطت لهم يعني الدرك الملكي اللي هما الشرطه، وملي مشاو شدوهم وداوهم في التحقيقات. نتوما شفتوا غتلقاو هادشي كله في المواقع الاجتماعيه دايرين بوم. فهي رفعت عليهم دعوه، وبما انها ربي ميسر عليها وما كتبغيش الظلم، وكما قلت لكم ربي ميسر عليها من كل حاجه الحمد لله، من المال والقلب والضمير. والانسان اللي ما عندوش الاخوان الضمير واللي ما عندوش الحنان، هذا غير بلا ما تثقي فيه وما توضعيش فيه الثقه. وهاد الناس عديمين الضمير، يعني كيشدوا الرزق ديال المساكين اللي الناس كيتبرعوا بهم ليهم، وهما كياكلوه زعما وكياكلوه فرحانين. انا حرام عليكم تاكلوا رزق واحد اخر.
فهي صيفطات لهم الشرطه شدوهم ودابا كيحققوا معاهم ورفعت عليهم دعوه قضائيه باش يردوا ليها الفلوس كاملين اللي عطاتهم. و دارت المحامي ومهم هي واقفه على القضيه الاخوان بيديها، ما غتخليش هذه القضيه حتى تشوف فين غادي توصل. ومن بعد خلاو حفصه اخوها هما اللي واحلين، هما خرجوا من هذه القضيه وما بغاوش يدخلوني فيهم فيها، خلاو غير حفصه والاخ ديالهم ديالها واحلين في هذه القضيه ديال النصب والاحتيال. ولكن الا سمعتوا بزاف ديال الفيديوهات ديال حفصه اش كتقول فيهم غادي تصدموا اخواني. شنقول لكم اللي بغى يدير الخير يديرو بيدو، ما يعطيوش الفلوس حتى لشي واحد وما يثق حتى لشي واحد يديرش الخير في بلاصتو. كروش الحرام موجودين اخواني. انا هكا نكون وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم خليو لي اللايك، ما عجبكمش خليو لي اللايك والاراء ديالكم في لي كومونتير اكيد. وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد واخبار جديده. مع السلامه.